بمناسبة اليوم الوطني للهجرة المخلد لذكرى 60 لمجازر 17 أكتوبر 1961، نظمت دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي بولاية مسيلة الصالون الوطني للفن التشكيلي تحت شعار جمال الجزائر بريشة فنان. هذا المعرض أنجز من طرف دار الثقافة بمناسبة يوم الهجرة 17 أكتوبر. شاركوا عدة فنانين تشكيليين مختلف الولايات بلوحات مختلفة التقنيات ومختلفة المدارس الفنية. رحبنا بضيوف اللي جاونا من الولايات وأعجبوا بها بولاية المسيلة وبجمهورها الغفير اللي أعطى طباع أنهم محبين للفن التشكيلي. فكانت كان المعرض يعني عنده علاقة باليوم يوم الهجرة 17 أكتوبر اللي في كل مرة نحيو هذا اليوم التاريخي العظيم. لأول مرة أشارك في ولاية المسيلة هذا المعرض الرائع بقدوم الوجوه الفنية التي شاركت فيه القيمة، وأيضا سعدت كثيرا بالزوار الذين زاروا هذا الصرح الفني، وأيضا قد شاركت بثلاث لوحات زيتية التي هي أمامكم الآن. آخر ما رسمت أتمنى أن تكون صرحا ثقافيا ولاية مسيلة، وأشكركم كثيرا.